بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 74. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية، وباعثها مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ميم قاف. أخونا عرضنا له سؤال في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسألكم شيخ صالح ويقول: هل الحقنة أو المقوي الذي يوضع في الجسم يفطر الصائم؟ جزاكم الله خيرا. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الصائم منهي عن الأكل والشرب والجماع وكل ما هو بمعنى الأكل والشرب، ومن ذلك إيصال شيء إلى جوفه من أي طريق، عن طريق الحقنة أو غير ذلك. فكل ما يصل إلى جوف الصائم فإنه يفطره، لأنه بمعنى الأكل والشرب. وكذلك أخذ الأدوية التي تصل إلى المعدة عن طريق أي طريق كان، خصوصا الحبوب التي أو الشراب الذي يأخذه عن طريق الفم، فإنه يفطره. وكذلك الأبر المغذية التي يغذى بها جسم الصائم، هذه بمعنى الأكل والشرب، لأنها تقوي الجسم ويتغذى بها، فهي بمعنى الأكل والشرب، فيفطر بها الصائم أيضا. فعلى الصائم أن يصون صيامه مما يفسده أو مما يؤثر فيه أو ما فيه شبهة، وعليه أن يؤخر هذه الأشياء إلى الليل، أن الله جعل الليل للصائم يتناول فيه ما يحتاج إليه وما يشتهيه مما أباح الله سبحانه وتعالى. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، فما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر كله مجال لتناول ما أباح الله سبحانه وتعالى للصائم مما منعه منه في نهار الصيام. أما إذا كانت الحالة تستدعي تناول الأدوية لأن حالته لا تقبل التأجيل لليل، فهذا يعتبر من المرضى، والله أباح للمريض أن يفطر وأن يقضي من أيام أخرى. فإذا احتاج إلى دواء ولا يقبل التأجيل لليل وتناوله، فإنه يعتبر مفطرا لأجل المرض، فيقضي هذا اليوم من يوم آخر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل هذا المستمع ويقول: ما السبيل للنجاة من عذاب القبر؟ السبيل بطاعة الله سبحانه وتعالى، والإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح وترك أسباب عذاب القبر، لأن أسباب عذاب القبر والعياذ بالله المعاصي والكبائر من الذنوب. الغيبة من أسباب عذاب القبر، النميمة من أسباب عذاب القبر، عدم الاستنزاه من البول من أسباب عذاب القبر، النياحة على الميت كما جاء في الحديث من أسباب عذاب القبر، خصوصا إذا كان هو في حياته يقر هذا أو أوصى به إذا مات أن يناحى عليه. أسباب عذاب القبر كثيرة، عليه أن يتجنب المعاصي وأن يعمل بالطاعات ليسلم من عذاب القبر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما الفرق يا فضيلة الشيخ بين الأفعال والأعمال؟ ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، ولم يقل: إنما الأفعال بالنيات. هل هناك فرق؟ الأعمال أشمل. الأعمال أشمل، نعم، تشمل أعمال القلب وأعمال الجوارح والأفعال كذلك، لكن الأفعال قد تكون أخص من الجوارح. جزاكم الله خيرا. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وما المقصود بالمكاره؟ إسباغ الوضوء معناه إتمامه وإكماله، كما أمر الله سبحانه
سبحانه وتعالى بأن لا يبقى شيء من الأعضاء التي أمر الله بغسلها أو بمسحها لم يصل إليه شيء من الغسل أو المسح، يعني يستوفى العضو ويجري عليه الماء كله أو المسح يجري عليه كله. هذا هو الإسباغ، ومنه الدرع السابق يعني الوافي الذي يستر جسم المحارب. والمكاره يعني المشاق، أن يسبغ الوضوء ولو كان عليه مشقة في ذلك كشدة البرد ونحو ذلك فإنه يصبر ويسبغ الوضوء ولا يسبب ما يلقى من المشقة، لا يسبب له أن يتساهل في الوضوء أو أن يبقى شيء من أعضائه لا يصل إليه الماء، بل يسبغ الوضوء ويصبر على ما يناله من المشقة التي هي محتملة. أما إذا كانت المشقة لا تحتمل فإن الله جل وعلا أباح التيمم أو شرع التيمم بدل الماء. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالمريض إذا كان يشق عليه استعمال الماء فإنه يتيمم ويكفيه عن الوضوء ويكفيه أيضا عن الاغتسال للجنابة. الحدث الأكبر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع حمد الخليفي من القصيم عنيزة بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: كيف تكون تكبيرة الإحرام إذا دخل المصلي والإمام راكع؟ نكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم منتصب قائما ثم ينحني للركوع، فإن أتى بتكبيرة الانتقال أو تكبيرة الركوع فهذا أفضل، وإن تركها فإنها في هذا الموطن تكون سنة. ما شاء الله. نعم، لكن تكبيرة الإحرام لا بد منها ومحلها وهو قائم قبل أن ينحني. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا دخل المصلي والإمام راكع هل يسرع أم يسير على مهل؟ وهل لو كانت الركعة الأخيرة هل لها الحكم نفسه؟ وما موقف الإمام إذا سمع مصلين يحاولون إدراك الركعة معه، هل ينتظر أم يرفع؟ جزاكم الله خيرا. هذا فيه أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقط. ولما دخل أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم راكع، ركع دون الصف ثم دب ودخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الذي فعل ذلك فتبين له أنه أبو بكر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعمد. فنهاه صلى الله عليه وسلم عن أن يعود لمثل هذا الفعل، بل يمشي إلى أن يصل إلى الصف، فإن أمكن الركوع اعتد به، وإن فاته الركوع فإنه يقضي تلك الركعة والحمد لله، وله الأجر والثواب إن شاء الله. أما العجلة والسرعة فإنها تشوش عليه وتشوش على المصلين أيضا. نعم. موقف الإمام يحفظكم الله، كما يسأل هذا المستمع: من أولئك الذين يسمعون وهم يركضون محاولة لإدراك الإمام وهو في الركوع، هل يزيد في التسبيحات حتى يمكنهم من إدراك الركعة أم ينتظر قليلا؟ نعم، ينبغي للإمام أن ينتظر الداخل ما لم يشق على المأمومين، ينبغي له أن ينتظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر في ركوعه إذا سمع من يمشي حتى لا يسمع وقع قدم عليه الصلاة والسلام. فالانتظار مطلوب إلا إذا شق على المأمومين، وعلى الإمام كذلك أن يناصح المأمومين ويبين لهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي، يبين لهم وينهاهم عن السرعة وعن العدو. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أسألكم عن حكم رد السلام أثناء قراءة القرآن. لا يجب رد السلام أثناء قراءة القرآن، رد السلام واجب إلا في هذه الحالة إذا كان يقرأ القرآن، يعني في أحوال منها هذه الحالة إذا كان يقرأ القرآن فإنه لا يجب عليه الرد، بل له أن يستمر في القراءة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم الكلام في المسجد غير الذكر والدعاء، مثل السؤال عن الأحوال وعن الأولاد وغير ذلك؟ الكلام في المسجد إن كان في أمور الدنيا فإنه مكروه، وإن كان فيه كلام محرم ولغو فإنه حرام، وإن كان السؤال عن الأحوال والسلام فهو من باب السلام والتعارف وتطيب خاطر أخيك المسلم، السؤال عن حاله والسؤال عن أولاده هذا شيء لا بأس به في المسجد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم من صلى منفردا وقد نسي الإقامة، وكيف إذا ذكرها قبل السلام أو بعده؟ الإقامة سنة، فلو صلى بدون إقامة فصلاته صحيحة حتى لو تعمد تركها فصلاته صحيحة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات تقول: في المدرسة نتوضأ من الصنابير ولا يمكن أن نشرب منها، هل يصح الوضوء مع العلم أنه لم يثبت لنا عدم طهارة الماء؟ الأصل في الماء أنه طهور، لا سيما إذا كان لا يظهر عليه علامة نجاسة تتغير رائحته أو طعمه أو لونه بنجاسة. الأصل فيه أنه طهور. قال الله سبحانه وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة إلا أن أهل العلم أجمعوا على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة فإنه يكون نجسا، أما ما لم يتغير فإن الأصل فيه الطهارة والحمد لله، الأصل فيه الطهورية والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كفر الإنسان عن يمينه وذلك بإطعام الطلاب في المدرسة جميعهم على أمل أن يطعم منها 10 مساكين حيث أنه لا يعرفهم، فهل كفارته صحيحة أم لا بد من إعادة إخراجها؟ وإذا أخرج مثلا كيسا من الأرض وأعطاه لعائلة فقيرة وذلك كفارة لأكثر من يمين، هل ذلك العمل صحيح؟ وما المقدار في إطعام كل مسكين؟ جزاكم الله خيرا. الإطعام كما نص الله جل وعلا عليه في القرآن: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. المراد بالمساكين هنا الفقراء، فإذا كان الطلاب الذين أطعمهم في المدرسة فقراء فإن هذا يجزئ عنهم، أما إذا لم يكونوا فقراء أو كان فيهم فقراء وغير فقراء فإنهم إذا لم يكونوا فقراء فإنها لا تجزئ عنهم، عليه أن يعيد. أما إذا كان فيهم فقراء وفيهم من ليسوا فقراء فإنه يجب عليها أن يكمل عدد الفقراء ويلغي العدد الذي فيهم أغنياء. هو مقدار الإطعام لكل مسكين كيلو نصف من الطعام، وتكون كفارة اليمين 15 كيلو توزع على 10 أفراد من الفقراء لكل واحد كيلو نصف. وإذا دفعها إلى أهل بيت يتوفر فيهم العدد الشرعي وهم 10 أو أكثر أجزأت عنه، أما إذا كانوا أقل من 10 فإنه يخرج الباقي إلى فقراء آخرين، يعتد بعدد أهل البيت ويخرج الباقي إلى فقراء آخرين حتى يكمل 10. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى المستمعات تقول: أم عبد العزيز بعثت برسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلتها تقول: في صلاة التراويح يجلس أكثر النساء في الصف الأخير من المسجد والصفوف الأمامية لا يوجد فيها أحد، مع العلم أننا لا نرى الرجال وبيننا وبينهم حائط، فأي ذلك أفضل، الصلاة في الصف الأول أو الأخير والحال ما ذكرنا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان مصلى النساء مستورا عن الرجال فإن الأفضلية للصف الأول فصفوف الرجال، ما دام أنهن منعزلات عن الرجال ولا يرونهن فإنهن يكن في الصف الأول ولا يبدأن صفا آخر إلا إذا تم الصف الأول وهكذا. أما إذا كنا يصلين في المسجد من غير فاصل بينهن وبين الرجال فإن خير صفوف النساء آخرها كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحيانا في الصلاة أقوم من الركعة ثم أنسى السجود وأقوم بقراءة الفاتحة وسورة أخرى أو أنسى قراءة الفاتحة، ماذا أفعل في هذه الحالة؟ من نسي ركنا في الصلاة من إحدى الركعات كقراءة الفاتحة أو الركوع أو السجود فإنه يأتي به، يعود ويأتي به وتكون ركعته صحيحة، يأتي به وبما بعده وتكون ركعته صحيحة، إلا إذا قام إلى الركعة الثانية فإنه لا يعود بل يستمر في الركعة وتكون هي الأولى بالنسبة له وتبطل الركعة التي ترك منها الركن ويكمل صلاته على هذا الاعتبار ويسجد للسهو. تقول أختنا: أصلي الفجر وأجلس في مكاني إلى شروق الشمس، ثم أصلي الشروق تقريبا 7 صباحا، ثم أصلي صلاة الضحى خوفا من أن استيقظ متأخرة، فهل ما أقوم به صحيح؟ هذا عمل صحيح ويرجى لها الثواب إن شاء الله. يا الله. آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حينما أجلس لصلاة الفجر وأستمر لصلاة الشروق تلازمني كثير من مسببات انتقاض الوضوء، هل أقوم وأجدد الوضوء أو بماذا
ماذا تنصحونني؟ وهل يؤثر ذلك على الاعتكاف حتى الشروق؟ ما مانع أن تقوم وتجدد الوضوء، لكن الجلوس والذكر لا يحتاج إلى وضوء. الحمد لله. لكن الوضوء أحسن وأكمل. نعم شاء الله. وإذا أرادت أن تصلي الركعتين اللتين في ختام الجلوس بعد ارتفاع الشمس فلا بد من الوضوء، وكذلك صلاة الظهر. التحاميل التي يأخذها بعض المرضى هل تؤثر على الصيام؟ إذا كانت تتسرب إلى الجوف فإنها تؤثر على الصيام. عند صلاة العشاء سهى الإمام، ولكن كانت ركعاته صحيحة فسجد سجود السهو وسجدنا معه مرة، ولكن في المرة الثانية لم نسجد لأننا كنا على يقين أن صلاتنا صحيحة وليس فيها سهو. في هذه الحالة هل نتبع الإمام فيما يفعل أم ماذا؟ يجب عليكم متابعة الإمام، إذا سجد الإمام بالسهو فاسجدوا معه، لأن المأموم تبع لإمامه، قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخر الحديث، فيتابع الإمام في سجود السهو وفي غيره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى المستمعات تقول المرسلة وفاء، الأخت وفاء تقول ما حكم خلو الرجل بخادمته في بيته؟ هل ذلك جائز؟ وبماذا توجهون من يفعل ذلك ولا يعتبره شيئا؟ جزاكم الله خيرا. هذا من أشد المحرمات والعياذ بالله. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خلوة الرجل بامرأة لا تحل له، قال صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا كانت الشيطان ثالثه، قال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء، لأن ذلك خلوة، والخلوة تسبب الفتنة وحضور الشيطان تزيينه للفاحشة بينهما، سواء كانت المرأة خديمة أو غير خديمة، فلا تجوز الخلوة بالمرأة التي لا تحل له أو ليست من محارمه، لأن هذا وسيلة للفتنة وحضور الشيطان والوقوع في الفاحشة، ولا أحد يزكي نفسه حتى ولو كان من أصلح الناس وأتقى الناس، وحتى لو كانت المرأة دنينة أو كبيرة السن لا يتساهل الإنسان في هذا الأمر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عين عين من اليمن بعث برسالة وضمنها جمع من الأسئلة، في أحدها يقول هل صحيح أن من ترك السنة لا يعاقب عليها خاصة إذا كان إماما للمسجد؟ لأنني عندما نصحته بترك البدعة التي يعملها أحيانا يقول بدعة حسنة، وأحيانا يقول لن يعاقبني الله على ترك السنة. أما البدعة ليس هناك بدعة حسنة، بل كل البدع محرم، قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولقوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. الذي يقول هناك بدعة حسنة مصادم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على البدع كلها بأنها ضلالة وأنها في النار، وهذا يقول لا هناك بدعة حسنة، فهذا استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس في البدع شيء حسن بل كلها ضلالات والعياذ بالله. وأما ترك السنة إذا كان المراد به المستحب فلا بأس، المستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولكن يكون فعله أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان ذلكم حال إمامنا هل تجوز الصلاة خلفه؟ إذا كانت بدعته مكفرة كدعاء غير الله والاستغاثة بالموتى فهذا كافر مشرك، لا تصح الصلاة خلفه، أو كان يقول بمقالات الكفر كمقالة الجهمية والمقالات المكفرة فإن هذا لا يصلى خلفه. أما إذا كان بدعته دون ذلك هي من البدع المحرمة لكن لا تصل إلى الكفر فهذا يعتبر فاعلا لمحرم، تصح الصلاة خلفه، ولكن ينبغي أن يختار للإمامة من هو مستقيم على السنة ومتجنب للبدع بجميع أنواعها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول كنت لا أعتقد أن هناك قولا أو عملا يسمى بدعة حتى عرفت ذلك من خلال القراءة ومن خلال سماع ومن خلال مجالسة لأهل الخير، هل أكون آثما فيما كنت أعتقد؟ إذا كنت جاهلا بهذا الأمر فإنك لا تؤاخذ، بعد أمن الله عليك بالعلم ومعرفة الحق عليك بالثبات على ذلك، وسؤال الله الثبات على الدين، فهذا هو واجبك، احمد الله على معرفة الحق
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم صلاة المرأة في الثوب القصير الذي لا يغطي ظهر القدمين؟ وهل يجوز لها أن تصلي بثوب خاص بالرجال إذا لم تجد ثوبا خاصا بها يغطي ظهور قدميها؟ القدمان في الصلاة من العورة، يجب على المرأة الصلاة أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، فإن كان عندها رجال غير محارم فإنها تغطي جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الدرع قال إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، فدل على أن القدمين عورة في الصلاة، فعليها أن تستر قدميها بما تيسر من الشراب أو الثوب الخاص بالنساء. أما لباس الرجال فلا يجوز للمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المتشبهات، لعن المتشبهات من النساء بالرجال، فلا يجوز لها أن تلبس لباس الرجل، لكن تغطي قدميها بما يتيسر لها من الجوارب أو من طرف الثوب أو غير ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى،